لازم نرجع العمل لازم نرجع الشغل. هم منعونا من صوت الصور ما حصلت، هم منعونا اللي هنخش. بسم الله الرحمن الرحيم. انا احد عمال شركه بتروجيت رامي محمد يحيى زياده، المفصولين تعسفي بدون وجه حق، مفصولين من شركه بتروجيت. احنا شغالين في الشركه، فينا الناس، في ناس شغاله مش اقل من 10 سنين و12 سنه، اتفصلنا ايام الثوره بدون وجه حق، واحنا جايين النهارده نطلب ان احنا نرجع لشغلنا. بسم الله الرحمن الرحيم. انا جاي هنا وجاي مجلس الشعب اللي اختياره الشعب وبعد الثوره، لاطلب طلب واحد. انا راجل عايز اشتغل، انا راجل فاتح بيت وبدفع سكن وبدفع ميه وبدفع نور، وقاعد من شغلي من بتروجيت بقالي سنتين اكل وقت دلوقت. الاسم صلاح رشاد عبد الجواد، مصفي بقالي حوالي سنه، وبقالي حوالي 8 سنين في الشركة، يعني بنينا الشركة على كتفنا. فحرام ان ناس ما بتشتغلش ولا بتتعب ولا بتشوف التعب تشرب منين وتقعد واحنا اللي نصفي. الرحمن الرحيم. فاضل سيد فاضل شغال في شركة بتروجيت، مصفي دلوقتي بقالي من 2010 سليم لحد دلوقتي ما اشتغلش. سمير مراعي ماشي. الناس دي عاملة بيوت، هتاكل منين؟ بتروجيت هياكلوا منين؟ في اللي ملوش شغل بره. الناس دي يعني اكبر واحد فيهم عنده 55 سنه، ما فيش حد بياخد من الناس الكبيره دي يعني شغل مقاول. بسم الله الرحمن الرحيم. انا اسمي عطيه علي حسن سليمان، راجل من رجاله بتروجيت اللي هم مفصولين، فيعتبر فصل تعسفي. احنا كلنا كده عماله مؤقته، امانه مؤقته. فطبعا كنا بيجي المشروع بنعمل عادي على المشروع، نخلص المشروع بعد كده بنفصل نقعد شهر شهرين في البيت لغايه لما يجي مشروع تاني، وكنا راضيين بالوضع الحالي دوت وحمد لله ربنا وشاكرين فضله. ماشي يا رب يا رب ماشي يا رب 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 يا رب. كل الناس تقول يا رب يا رب. كل الناس تقول يا رب 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 يا رب. يا اللي فاكرها زي زمان، يا اللي فاكرها زي زمان، يا اللي فاكرها زي زمان، يا اللي فاكرها زي زمان. الثورة لسه في الميدان، الثورة لسه في الميدان، الثورة لسه في الميدان، الثورة لسه في الميدان. يا اللي فاكرها زي زمان، الثورة لسه في الميدان، الثورة لسه في الميدان. يا أهالينا يا أهالينا، يا أهالينا يا أهالينا، يا أهالينا يا أهالينا، انضموا لينا انضموا لينا، انضموا لينا انضموا لينا، انضموا لينا انضموا لينا. مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول. ابو تريكه في البترول، ابو تريكه في البترول، مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول. ابو تريكه في البترول، مش معقول مش معقول، ابو تريكه في البترول، مش معقول مش معقول، شهاده في البترول، مش معقول مش معقول، مش معقول مش معقول. مش معقول مش معقول مش معقول مش معقول.
مهندس ابراهيم السعيد نصار رئيس حزب الجمهور المصري. حضرتك بس هي المشكله كلها في توتر زي ما انت شايف وفي وضع زي ما انت شايف. احنا عايزين نهديهم عشان نشوف مطالبهم ايه. عايزين لا مش تخلوا احنا بنهدي الموقف عايزين نهديهم عشان حتى الكل يسمع. بس عايزين نهديهم بس الاول. انا عايزين نهديكم الاول نهديهم الاول حضرتك ماشي. عايزين نهديكم بس الاول عشان نسمع الموضوع. بس انا دايما بقول للناس دايما بقول للناس اهدوا انا مش مرتجل انا عندي عيال عندي بس عاوز لحظة واكلمك تاني. هيدا بس الموضوع. ما انتوا شايفين الوضع اللي قدامنا المشاكل متعددة. البلد كلها فيها مشاكل. كل الهيئات وكل المؤسسات وكل الوزارات مليانة مشاكل. واحنا كلنا عارفين ان ده اللي تسبب فيه النظام السابق. الحمد لله بفضل الله المفروض احنا كلنا كمسؤولين في البلد ومسؤولين في الدولة ان احنا بنقف معاكم بنتكاتف معاكم من اجل الحق ونصرة المظلوم. اديني فرصة. انت ما تقوليش بقى انا سنتين. خليه يكمل بس. ما تقوليش بقى انا سنتين. اسمع في الاخر. الحمد لله بفضل الله ربنا قوانا وربنا وفقنا وبمساعدة لجنة النقل والمواصلات بمجلس الشعب وبحضور اعضاء اللجنة والمهندس صبري عامل رئيس اللجنة ربنا وفقنا وحلينا مشكلة هيئة سكة حديد مصر بفضل الله. معانا النهاردة بفضل الله الحاصلين على الماجستير والدكتوراه والمنح إلى آخره بجميع التخصصات. ربنا وفقنا مع رئيس اللجنة الدكتور شعبان إلى آخره والدكتور أحمد دياب. وربنا وفقنا إن شاء رب العالمين في جلسة استماع وانتوا كلكم حاضرين وشايفين ان هندخل كل الناس الموجودين في اللجنه والحاضرين معانا والاسمائهم موجودين في الكشف عشان ايه يسمعوا او نسمع مشاكلهم. الحمد لله رب العالمين ان ربنا جابني النهارده بسلامه عشان اقابلكم كلكم بالكامل. انتوا كلكم ولادي واخواتي. هنا في مشكله. انا عارف انكم انتوا بتتكلموا من جواكم من الحرقه ومن الظلم اللي انتوا فيه. أنا واثق تماما إن عمركم ما هتعملوا كده إلا لما يكون جواكم نار. وجواكم غضب. شدة الظلم بتخلي الإنسان ينفجر. يا جماعة لما نيجي نحل مشكلة من المفروض الصح والصحيح أكيد الأغلبية فيكم كانوا في الجيش. أنت حضرتك قوات مسلحة وكنت في الجيش. كل الناس ديت عاوزة ترجع شغلها. اللي شركة بتروجيت ورئيس مجلس إدارتها مشاهم منها غصب عنهم. احنا ما سبناش الشركه ومشينا. يعني الشركه القرار اللي اتاخد قرار تعسفي. قرار تعسفي. طيب في مذكره مكتوبه الكلام ده؟ مكتوب يا فندم. اوكي ماشي موجود معاكم صوره منها هاتوها لي. كمل كلامك دلوقتي. الناس رئيس نظام الشركه بتشغل كل الناس ديت بالعقد. العقد بينقلك من مشروع لمشروع بكتير قوي ممكن تقعد 15 يوم او 20 يوم. ايوه بعقد مؤقت. ايوه مفيش حد يثبت. طيب انتوا كلكم مؤمن عليكم يعني على حسابكم؟ طب كمل كلامي ماشي. نقطة واحدة هوضح لك الدنيا كلها. هريحك أنا في المشوار من أول لآخره. هريحك. لا وزير مين؟ ثواني يا رجاله بالله عليكم. ثواني يا رجاله. ثواني معاك يا جماعه. ثواني هكلم. بص يا سيد النايب حضرتك انا مش عايز حد. استنى هم بيهربوا من حاجه تاني مش عايز موضوعي. انا مش هنا. بص انت هنا من انت؟ احنا هنا من انت؟ احنا تعبنا. انا بقالي من 25/1/2010 وانا هنا في الشارع. 25/1/2010 مش من الاسبوع اللي فات. 25/1/2010 هو انت بتتكلم
عشان صح ولا غلط؟ الكلام كتير والوعود كتير والافلام كتير وما فيش حلول. انا ما صح ولا مش صح اللي حضرتك عايز تقوله؟ انا اقسمت بالله يكفيكم هذا، اقسمت بدين الله العظيم هسيب هذه المشكله لما اخلصها كما وعدت الاخرين وربنا وفقنا وحلتها. طيب ماشي، عايزين ايه تاني؟ مع حضرتك الحل بما يرضي الله ورسوله. ماشي نعم. سامع حضرتك، انا 18 ماليش دعوه باللي انا اسالني من دلوقتي. ايوه ما تقولش على خد الرجاله وروح عند الاوبر بعد اذنك. انت جيت تقول كلامي دلوقتي بكلمتين اتنين، يا رجاله اللي جوه حلو بس يا جماعه انا خميس محمد سيد مفوض على عمال شركه بتروجيت. احنا اجتمعنا مع وزير البترول وبيقول كمان 10 ايام هيحط اقتراح لحل مشكله عمال بتروجيت. الوزير انا قابلته شخصيا ومضى برجوع 205 عامل في شهر 7، الشركه رجعت منهم 64 وما رجعتش الباقي لحد دلوقتي. احنا 300 عامل جايبين كشف ب 300 عامل، برجوع العماله لشغلها مصدر رزقها واقف اكتر من سنه وسنه ونص وسنتين. العمال دي ما فيش مصدر رزق، احنا ولا بنطالبه بتعيين ولا بنطالبه بزيادة مرتبات، كل اللي طالبينه مصدر رزق. احنا بنسويش زي الناس، واحنا قلنا على مسؤوليتنا اذا كانت الشركه بتقول ان العمال هيطالبوا بالتثبيت فيما بعد، احنا بنقوله نمضوا اقرارات على نفسنا لمده 3 سنين ان ما حدش يرجع الا اللي ليه الاولويه، اللي فاتوا تعيينه من حقه يتعين. احنا ما بنطالبوش اكتر من حقنا. انا اعلنت اضرابي عن الطعام واعلنت اعتصامي داخل مبنى مجلس الشعب لحين حل مشكلة عمالة بتروجيت، وأمام الجميع أنا مضرب عن الطعام لكي يخطر مجلس الشعب وزارة الصحة، لأني أضرب عن الطعام من الآن ولن أخرج من المجلس إما لرجوعي إلى عملي أو إما إلى السجن الحربي. وشكرا. طب انت فاكرك 10 ايام ممكن يخلصوا فيها؟ الوزير مضى كشف، بقول لحضرتك من شهر 7 واحنا في شهر 2، رجع منه 64 عامل وما رجعش الباقي. وعلى النحو التالي الشركه رجعت 228 عامل، وده على لسان الاستاذ حسن محمد حسن نائب رئيس مجلس الاداره في اجتماع في وزاره الاستثمار مع الامين العام لرئاسه مجلس الوزراء الدكتور سامي سعد زغلول. فإذا كانت الشركة رجعت 228 عامل، ليه ما رجعتش بقية الكشف؟ ليه ما رجعتش العمالة دي؟ بتروجيت شركة غنية، بتروجيت محققة أرباح في 2010 7.6 مليار. بتروجيت عندها ناس بتاخد أرباح فوق ال 100,000 وال 200,000 وال 300,000، لو عايزين يطبقوها الحد الأدنى والحد الأقصى للأجور، العمال دي أولى. لو اقتص من كل عامل فوق ال 100,000 10,000 جنيه هيحل مشكلة عمال بتروجيت. بتروجيت بتقول أنا ما عنديش مشاريع عشان ما عنديش عميل، بنقول لها الارباح الفايده عندكم في السنين الفائته عندكم ميزانيه، شغلوا مشاريع من غير عميل باقتصاد وطني يبقى ربحها لمصر، بدل ما بتجيبوا عميل ياخد 49%
والدولة عنده 50% وياخد المشروع وبعد 10 سنين يديلي الدولة خربان وما يشتغلش. احنا اولى باقتصادنا واحنا اولى لما عمالنا. بتروجيت بتشغل مقاول من الباطن وبتاخد منه مستخلصات لان في ارباح لرؤساء مجلس الادارة. اما العمال فيترموا في الشارع. في اوروبا والدول اللي بيقولوا عليها دول ما عندهاش ديمقراطية بتهتم بالحيوان. بيهتم بالحيوان. احنا في مصر ما بنهتموش بالبني ادم. احنا بنطالبه حزب الحرية والعدالة وحزب النور الاحزاب الاسلامية اللي عايزة تطبق الشريعة الاسلامية. ادي العمال وادي البني ادمين اللي ربنا كرمهم والرسول صلى الله عليه وسلم كرمهم ليهم حق. احنا بنطالبه بحقنا مش عايزين اكتر من كده.